بص يا شيخ، هو انا كنت متزوجة نعم وعندي 3 اولاد، تمام، بنت وولدين، الله البنت يخلي الكبيرة ويحفظ، والولدين اصغر منها، الله يخلي ويحفظ، وربنا يخليك. قعدت مع جوزي فترة طويلة وبعد كده انفصلنا تمام، وانا خدت الاولاد، وبعد 3 سنين من طلاقنا انا تزوجت. تمام، بعد كده بعد جوازي بشهرين كده زوجي الاولاني توفى، تمام، فطبعا هو كان عنده ورث، يعني تمام، الولاد هيورثوا منه، تمام، فطبعا الاجراءات القانونيه وكده ان انا ما ينفعش اخد الوصيه، لازم حد ايه من اقاربي يعني، تمام، فوالدي، تمام، والدي اديته الوصيه وكده اهو. فدلوقتي انا طبعا انا وجوزي في مشاكل، عشان ولادي عاملين لي مشاكل كتير، لازم تتطلقي، لازم ما تقعديش معاه، مش عارف حاجات كتير قوي. فانا قلت لهم طب انا اتطلق ليه؟ الراجل كويس معايا ومحترم، وهو كويس معاهم جدا، وقعدنا احنا 5 شهور متجوزين، بقالنا 5 شهور، الراجل محترم جدا وكويس معاهم جدا، خير جدا، لا لازم تتطلقي منه. طب ايه ايه سبب السؤال؟ الطلاق ايه بدون السؤال؟ اسباب؟ ايه السؤال؟ السؤال دلوقتي ان والدي انا محرض ولادي عليا، ما تمام، بيسألوش عليا، البنت بتعاملني معاملة وحشة جدا، يعني بيقولوا عليا كلام وحش خالص قدام والدك ولادي. سامعني؟ والدك بيسمعني؟ الله اعلم، يا ريت طيب يكون بيسمعك طيب والله يا شيخ. طيب طيب هو ده يعني مفيش حاجة غير كده. انا عايز اعرف هو ليه بيعمل انت كده. عندك كام سنة؟ انا عندي 39. شكرا يا ستي، جزاك الله خيرا يا سيدي الحبيب. يا رب يا والد أدرية تكون سامعني كويس. الست عندها 39 سنة، هل أجرمت حينما طلبت العفة والحلال؟ أفتونا في أمرنا، هل هي تجرم؟ الصح، ودي مشكلة عندنا، خلي بالكم احنا ليه بننظر للمرأة التي تتزوج مرة تانية أو تالتة حتى أو رابعة حتى إن هي زوجة مش كويسة؟ ليه؟ امرأة تحصنت بالحلال وتعففت بالحلال، لابد وأن نعينها على الحلال. خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي. طب يا عم الحاج، اديتك الوصية، بدلا من أن تكون عون خير تكون عون سوء. يا عم الحاج لو أنت سامعني وهي صادقة في اللي بتقوله ومفيش سبب تاني، يبقى أنت آثم وأنت قاطع رحم وأنت خائل للأمانة، فعد إلى الله سبحانه وتعالى. طب افرض بقى أختنا أدرية طوعتك وخربت بيتها بسببك وبسبب عيالها، يوم القيامة يجي الزوج ده هيقتص منكم قدام ربنا سبحانه وتعالى إن أنتوا ظلمتوه وإن أنتوا أسأتوه وإن أنتوا غدرتوا بيه وإن أنتوا ما اتقيتوش ربنا فيه. وعلشان كده بقول لكل زوجة أنت صاحبة القرار، ولكل زوج أنت صاحب القرار، لمك ولمها ولابوك ولابوها، لأنك يوم القيامة محدش هيدافع عنك، أنت هتقف قدام ربنا والزوجة دي هتقول له يا رب اسأله غدر بيا ليه؟ طلقني غدر وخيانة ليه؟ يا رب أنا كنت حاسن عشرته هو عامل معايا كده ليه؟ والعكس. ويوم القيامة تقول له يا أبويا تعالى اتكلم قدام ربنا، تلاقي ربنا يقول لك إيه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.